مستشار الله يرحم ليه الوالدين حتى هو تلا بالدور ديالو اللي هو الصالح ماشي التهامي او الطرف اخر صالح الحق داكشي اللي قال كله هو اللي كاين وهو اللي منصوص في 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 في, في المحاضر ولا الاقوال ديالي ولا الاقوال ديال الاطراف الاخرى يعني حسيت بصراحه بواحد النوع من الارتياح كنتمنى باش هذا الاحساس ديالي ما يخونيش رحنا على الدرب سائرون ولكن ان شاء الله باذن الله رحنا غادي نوصلوا غادي نوصلوا للحقيقه ديال مقتل التهامي اللي اتلاجت صدري شيئا ما اليوم مقتل التهامي نعم التهمه ديال مقتل التهامي يعني ما بقاش غائب نعم ما بقاش نعم. غائب اصبح مقتول من ربي نعم. هذا من فضل ربي هذا نعم. من فضل ربي نعم هذا ما كاين في هذه الجلسه ان شاء الله والجلسه المقبله غادي نفيدكم بالجد حسيت ان داكشي اللي متداول وداكشي اللي منطقي وداكشي اللي كاين راه حتى هي دلات بيه وحتى هي شافت نفس بانت لها نفس النظره هذا هو اللي بغيت نقول لكم الحمد لله اللهم لك الحمد الشكر الجزيل الرأي العام مساندة الرأي العام في البكية والله تضامن الرأي العام لأمه كنت بوحدي ولكن سخرت اكتافي ولو افتراضيا ولو عبر الواتساب وعبر الفيسبوك والمواقع الاجتماعية اللهم لك الحمد يا ربي لكم الشكر بعد ربي شعور رائع شعور اطمئنان لما سيأتي بإذن الله اطمئنان انا لا يهمني لا عقابوهم ولا سجنوهم ولا مخدرات ولا حتى شي حاجه كيهمني الحقيقه التامه وغادي نبقى ناضل حتى نعرف القبر ديال ولدي حيت هاد ما غنوقفوش هنا باذن السميع العليم احنا مازال المسائل ماشي